خلونا بقى نروح كده معاكم لبعض التقارير اللي موجودة. أنا عايز أقول لكم الحالة الأمنية اللي كانت موجودة في شمال سيناء كانت صعبة جدا جدا جدا، يعني عايز أقول لكم حاجة كانت كارثية على مدار السنين اللي فاتت. بس مع احتفالات بقى المصريين بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، شمال سيناء دلوقتي بتشهد استقرار أمني كبير الحمد لله بعد سلسلة من عمليات إرهابية كانت صعبة وشفناها. وبقى مع الاستقرار الأمني اللي موجود هناك ده وحالة الهدوء اللي بتعيشه دلوقتي مدينة العريش، قررت جامعة سينا عودة الدراسة من جديد لاستكمال الفصل الدراسي الثاني بعد توقف دام 4 شهور. خلونا نشوف كاميرا 90 دقيقة رصدت عودة الدراسة هناك مع رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، تقرير مع زميلتنا صفاء صابر، ونرجع لكم مرة تانية. ده يوم فارق برضو جديد في حياة الشعب السيناوي وأهل سينا بمناسبة عودة الدراسة، يعني عودة الحياة إن شاء الله تعود كاملا لأهل سينا بعد صبرهم وصمودهم طوال ال5 شهور الماضية. والحمد لله كل القيادات السياسية العليا في الدولة المصرية وخاصة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي وسيادة المحافظ اللي بذل مجهود كبير جدا عشان نوصل اللي احنا وصلنا له النهاردة، دي حقيقة ودي شهادة أنا أشهد بها وربنا يحاسبنا عليها يوم القيامة، إن سيادة المحافظ كان ليلا ونهارا حريص على هذا الأمر. والجامعة العريش عندها ميزة نوعية ونسبية بالنسبة ليه، يعني عودة الدراسة لجامعة العريش حتى في بقية المراحل، لأن عندنا أكثر من 99% في جامعة العريش من داخل سيناء، بداية عودة الحياة لطبيعتها. رقم 2، ده أنا بعتبرها أحد مكاسب وأحد أولى انتصارات العملية الشاملة 2018 على سيناء، دي تعتبر أحد المكاسب أو أحد نتائج انتصارات العملية الشاملة. تاني حاجة، انتصار كبير لدم الشهداء سواء جيش وشرطة أو مدنيين اللي هم حرصوا على وجود وسيناء وعلى العريش وكل مدن سيناء وأهلها، يعني كل اللي بيحصل ده أحد الثمار. الحمد لله جالنا قرار إن احنا نبتدي سنة رابعة ونرجع تاني للدراسة ونعوض الطلاب عن ما فات وياخدوا سمر كورس صيفي يبقى مكثف يحتوي على كل المادة العلمية اللي كانت موجودة، وبإذن الله يبقى كله في صالح الطلاب وإحنا معاهم قلبا وقالبا وفي انتظار سنوات النقل اللي جاية بإذن الله، وكل الطلبة متفاهمين وموجودين وإن شاء الله كله في صالح الطالب بإذن الله. يعني مبسوط جدا إن الدراسة رجعت وبنتمنى عودة بقية الفرق إن شاء الله في يوم السبت الجاي زي ما المحافظ وعدنا ورئيس الجامعة وعدنا. طبعا هي فرحة لأهالي سينا كلها إن هم كانوا يعني اتأخروا عليهم في بداية ترم مهم جدا في حياتهم، منهم البكالوريوس ما كانوش عارفين يعني يتخرجوا كده عشان قدامهم مسؤوليات كتير. احنا بنطالب بس إن احنا يتوفروا لنا المواصلات شوية يعني عشان نعرف نتحرك ويساعدونا ونساعدهم. أنا مبسوطة ان الجامعة اساسا رجعت تاني حتى على الاقل تدي فرصة للطلبة ان هم يتخرجوا. يعني الله يكون في عون الطلاب بصراحة اللي شافوا الأحداث اللي كانت موجودة هناك في العريش والطريقة اللي كانت في شمال سيناء في المنطقة الجغرافية دي بالتحديد، يعني بنتكلم في العريش ورفح والشيخ زويد كان إلى حد كبير هو ده المثلث اللي كان فيه الدوشة يعني. والحمد لله الحالة دلوقتي هناك ابتدت تستقر، ولازم وإحنا بنتكلم على فكرة وبنقول أن الحالة هناك ابتدت تستقر لازم نشيد بدور طبعا القوات المسلحة والطريقة اللي هي تعاملت بيها في الفترة الأخيرة، وكمان بأهالي سينا. أهالي سينا اللي في كل موقف من المواقف بيثبتوا لنا قد إيه وطنيتهم ومصريتهم على فكرة، وأن هم بيقدموا نفسهم فداء
لهذا الوطن. وشفنا نماذج على فكرة من أهالي سينا، يعني احنا بنحيي كل القبائل اللي موجودة هناك، ازاي ان هي قدرت تكون موجودة ايديها في ايدين القوات المسلحة علشان تقف ضد الإرهاب وتواجه هذا الفكر المتطرف. طيب.